رحلة طويلة في عالم الألوان والجمال والتاريخ. بدأها الفنان التشكيلي محمد عبلة من كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية. سافر عبلة إلى سويسرا سنة 1981 ليدرس النحت في كلية الفنون بمدينة زيورخ. وخلال مشواره الفني تنقل وعاش في العديد من المدن داخل مصر وخارجها، منها المنصورة، الإسكندرية، القاهرة، مدريد، وفي مدن ألمانيا. عرضت أعمال الفنان محمد عبلة في عشرات المعارض داخل وخارج مصر، وشارك في العديد من المهرجانات والبيناليات الدولية، بالإضافة لزيارات فنية بأعماله إلى متاحف الفن في ألمانيا وإسبانيا والنمسا وسويسرا والسويد والدنمارك وفرنسا وهولندا ويوغوسلافيا وإيطاليا. سجل اسم الفنان المصري الكبير في موسوعة الفن المصري الحديث سنة 2001، وللفنان محمد عبلة العديد من المؤلفات والأنشطة الثقافية، منها كتابات نقدية في كبرى الصحف والمجلات المتخصصة، كما صدر له كتاب يضم مختارات من أعماله ويلقي الضوء على تجربته الفنية. حصل الفنان على العديد من الجوائز المحلية والدولية، منها جائزة الدولة التشجيعية في الفنون والجائزة الأولى في بينال الكويت والجائزة الكبرى من بينال الإسكندرية، وكان أول مصري يحصل على وسام جوتا الألماني في سنة 2022. وللفنان محمد عبلة مقتنيات في متحف الفن الحديث بالعاصمة الألمانية برلين، وبمدينة أوربيرو في السويد، ومدينة أليسفيلد في ألمانيا. ومن أبرز أعماله الفنية نصب تمثال سيزيف في ألمانيا سنة 1994، وأسس الفنان محمد عبلة مدرسة ومركز للفنون في الفيوم سنة 2006 بهدف تعليم الفن للشباب الموهوب. وفي سنة 2014 اختير العضوية لجنة 50 لصياغة الدستور المصري.